مرحبا، معكم عاطف الغانم. راح نشوف أسماء الأنبياء باللغة الإنجليزية. أولا النبي آدم، آدم. ثانيا إدريس، إينوك، إينوك ومعناه المعلم. نوح، نوا، نوا، سفينة نوح، نوا آرك. هود، هود أو إبر في بعض الأحيان، ولكن الأشهر هود. صالح، مثوسالا، مثوسالا، مثوسالا. لوط، لوط، لوط. ولاط في اللغة العربية معناها التصق، وكان النبي إبراهيم عليه السلام وهو عم النبي لوط شديد الالتصاق والمحبة بالنبي لوط عليه السلام. إبراهيم، إبراهيم، النبي إبراهيم، إبراهام، إبراهام، ومعناه أبو الكثير، the father of many. إسماعيل، إشميل، إشميل، وهو ابن السيدة هاجر، ومعناه الرب سيسمعك. إسحاق، آيزاك، آيزاك، وهو ابن السيدة سارة، ومعناه الضحك. يعقوب، جايكوب أور جاكوب، ولكن الأشهر جايكوب، ومعناه الخليفة. وله أخ توأم اسمه عيسو، إيسو، ومعناه الصلب أو المشعر. يوسف، جوزيف، جوزيف، وهو ابن السيدة راحيل، ريتشل، ومعناه العزيز. وله أخ شقيق اسمه بنيامين، بنجامين. شعيب، جثرو، جثرو، وهو أرسل إلى أصحاب الأيكة في مدين. أيوب، جوب، جوب، يقال أن والدته هي إحدى بنات النبي لوط. وصبر أيوب باللغة الإنجليزية، الإنجليزية the patience of Job، the patience of Job. ذو الكفل، إزكيل، إزكيل، ومعناه القوي بالله أو ملك الجماعة، وتم استخلافه من قبل النبي اليسع. موسى، موزز، موزز، وزوجته صفورة، زبورة، وهي ابنة النبي شعيب. هارون، إيرن، إيرن، إيرن. داود، ديفيد، ديفيد، ويعتبره اليهود ملكا وليس نبيا، ويعتبره أحد الملوك بني إسرائيل، وهو محارب وشاعر، وله العديد من المزامير تعرف بمزامير داود، والمزمار معناه الحمد والتسبيح والتمجيد لله، وديفيد معناه المحبوب. سليمان، سليمان، سولومن، سولومن، وبالعبرية سلومو أو شلومو، وهو ثالث ملوك بني إسرائيل. إلياس، إليجا، إليجا، ويقال أنه من سلالة هارون. اليسع، إلياس، 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 الذي أنجاه الله معناه، وهو إما ابن أخ النبي إلياس أو ابن عمه. يونس، جونا، 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 وهو ذو النون أو صاحب الحوت، وهو يونس بن متى، ومتى اسم والدته، وبالعبرية معناه حمامة أو يونان. زكريا، زكرايا، زكرايا، وبحسب الظاهر هو زوج خالة السيدة مريم عليه السلام، تم قتله بالمناشير وهو داخل الشجرة. يحيى، جون ذا بابتست، جون ذا بابتست، وهو يوحنا المعمداني، وهو ابن خالة النبي عيسى، وهو نبي الصابع المندائية، وله كتاب تعاليم يحيى. عيسى، جيسز، جيسز، يسوع أو يشوع بالعبرية. وأخيرا نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، محمد، وهو آخر أنبياء الله وأفضلهم. تحياتي لكم عاطف الغانم.